أوصف لكم الرسول، ودكم تشوفونه شوي، أشوقكم لنبيكم عليه الصلاة والسلام. كتب السيرة وش كانت تقول؟ كان ربعة من الرجال. أنا من رايح أجيب الشمائل. كان النبي وجهه مستديرا، أبيض الوجه، تشوبه حمرة، جمال عظيم، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان النبي جسمه متناسق، ما هنا كرش ولا هنا إضافات، لا من خلف ولا من أمام، النبي متكامل لأن الله خلقه. شعره أسود، لحيته سوداء كثة صلى الله عليه وسلم. من أعظم من وصف من